سلسبيل الزاد قول نافع صح نبعا بائن الآثار بحره رحب وريف شاسع والدنا تهف إلى الإبحار. كان السلف الصالح رضي الله عنهم لقوة رغبتهم في العلم والدين والخير يرتحل أحدهم إلى بلد بعيد لطلب حديث واحد يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة بلغه عنه حديث يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل جابر بن عبد الله الأنصاري مع كثرة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث وروى. وكان أحدهم يرحل إلى من هو دونه في الفضل والعلم لطلب شيء من العلم لا يجده عنده. قد جمعنا هاهنا أطيابه كالشذا في جونة العطار. قد جمعنا هاهنا أطيابه كالشذا في جونة العطار.